اسمع وشوف الإعلام الأهلاوي المخضرم أحمد شوبير والذي يحتل أقوى قناة رياضية في مصر لبث ما كل يريد أن يقوله للنادي الأهلي ومحاباته. أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هناك عقوبة جديدة سيتم توقيعها على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي بعد التعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في مباراة الفريقين الأخيرة. وقال أحمد شوبير في تصريحاته عبر برنامجه على راديو أون سبورت FM: لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم ستفحص الشكوى المقدمة من نادي بيراميدز ضد حسين الشحات بعد التعدي على الشيبي. وتابع: لجنة التظلمات ستقوم بفحص الشكوى من أجل تغليظ العقوبة ضد حسين الشحات خلال الفترة المقبلة. وأتم شوبير تصريحاته وكأنه يعلم العقوبة، حيث سيتم توقيع عقوبة على حسين الشحات يوم الأحد المقبل قد تصل للإيقاف 4 مباريات بدل من مباراتين بعد التعدي على المغربي محمد الشيبي. تسلم يا شوبير أنت واتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات ولجنة التظلمات. وتعليقنا على الموضوع ده إن لجنة التظلمات حددت قبل ما تفحص التظلم وتعلن ان العقوبة 4 مباريات، وبالتأكيد حصل تواصل بينها وبين المسؤولين بالنادي الاهلي واتفقوا على كده عشان الاهلي ما يزعلش منه. الف تحية للجنة التظلمات والاتحاد كرة القدم والنادي الاهلي معاهم. وبصراحة مفروض محمد الشيبي يرفع قضية ضد حسين الشحات للتعدى عليه بالسب والضرب، وده أحسن حل لمواجهة النادي الأهلي عن طريق القضاء المصري العادل. وفاكرين حسام حسن لما تعدى على أحد المصورين بإستاد الإسماعيلية وقام الراجل برفع قضية، راح حسام حسن تحايل على طوب الأرض عشان يتنازل عليها لأنه كان ساعتها سيسجن. وطبعا النادي الاهلي بيحاول يبعد محمد الشيبي ونادي بيراميدز عن ساحة القضاء المصري بشتى الطرق، ان يجيب مستشار قانوني ويجيب خبير ويقول له انه هيخسر، يعني بيقول له ما تتوجهش للقضاء المصري، لكن القضاء المصري عادل وهيجيب حق محمد الشيبي لو رفع قضية ضد حسين الشحات والنادي الاهلي.